شكرا على هذه الدعوة الكريمة من أستاذي الدكتور حسن راتب. الحقيقة بعد الجرعة الروحانية من الدكتور حسن والجرعة العلمية من الدكتور جمال شعبان والجرعة السياسية من أستاذنا الدكتور مفيد شهاب وكمان جرعة رجيم من الخبيرة دكتورة إيمان في الغذاء والتغذية، احنا الحقيقة في رحاب معهد القلب، والقلب يعشق كل جميل، وعشان كده احنا جينا عشقا في معهد القلب، جينا لطبيب القلوب وطبيب الإنسانية الدكتور جمال شعبان اللي احنا في شخصه بنحيي معهد القلب في مسيرته من انشائه من دكتور حسون السابع مرورا بالعمداء دكتور شريف عبد الهادي اللي منورنا، امين عام نقابة اطباء الجيزة ومدير معهد القلب السابق، ودكتور البنا والدكتور جمال شعبان. الحقيقة انه باسم المجلس القومي لحقوق الانسان وانا رئيس لجنة الصحة في المجلس وباسم نقابة اطباء مصر كلها احنا بنحيي الفريق الطبي لمعهد القلب، اطباء وتمريض وعاملين واداريين، هذا الفريق وهذا الجيش اللي بيقف ليل نهار علشان 3000 عملية قلب مفتوح في السنة وحوالي 12000 عملية قسطرة سنويا، عدد ضخم جدا، يعني مش ممكن اقول انه في معهد في العالم يستطيع ان يؤدي هذه الخدمة بهذا الكم وهذه الجودة بظروف صعبة جدا وامكانيات قليلة جدا. جئنا اليوم علشان نعزز هذه الامكانيات. الحقيقة كان مجيئي للدكتور جمال شعبان لأحييه لما قام به على أرض شمال سيناء المباركة عندما ذهب إلى هؤلاء الصامدين المرابطين على أرض سيناء ليؤدي رسالة بنفسه مع فريق طبي ويبدأ تشغيل عمليات القسطرة في مستشفى العريش العام في هذا المكان. فالحقيقة النهاردة لما طلعنا فوق وقرر الأستاذ الدكتور حسن راتب أن يكون بداية عناية مركزة لتكون أكبر عناية مركزة في العالم 100 سرير ونبدأ بمرحلة أولى حوالي 30 سرير، ده يعني مشكلة مصر الكبرى في إيجاد سرير في عناية مركزة أو حضانة أطفال. ما زالت هذه معضلة في مصر أن تجد سرير في عناية مركزة مجانية، طبعا لأنه سرير العناية المركزة بيكلف في المستشفى الخاص من 8 ل 10 آلاف جنيه في اليوم، وطبعا ده صعب جدا على السواد الأعظم من الشعب. لذلك رسالة اليوم هي رسالة سامية وراقية وعظيمة في المفهوم والمعنى. أما عرض علينا الدكتور جمال أن مستشفى جراحة الأطفال اللي تكلم بصدادها أستاذنا الدكتور مفيد شهاب، جراحة قلوب الأطفال، احنا عندنا 22000 طفل يولد سنويا بعيوب خلقية يحتاج إلى تدخل جراحي، وعلشان تبقى التقنية دي عالية جدا لأنه أطباء قلوب الأطفال بيقول لازم يبقى 7 كيلو علشان أخش أعمل جراحة، لكن دلوقتي ممكن يعمل من أول يوم لو التقنية عالية. فده ما نبحث عنه في هذا المعهد وفي هذه المستشفى، أن يكون مستشفى جراحة أطفال متقدم لتكون الجراحة من اليوم الأول ولا ننتظر ليصل وزن الطفل إلى 7 كيلو. الحقيقة أن احنا كمان مبادرة الأستاذ الدكتور حسن راتب التي بدأت فعلا على أرض شمال سيناء بعملية القسطرة، اتفقنا أن يكون في عناية مركزة للقلب 8 أسرة كبداية، ثم وفتح غرفة عمليات جراحة قلب في مستشفى العريش العام. وفي النهاية نظرا لأن احنا جامعة سيناء تعتبر منارة للتنوير في مصر كلها ولكن في سيناء وهي القلب النابض التي دفعنا من أجلها الكثير، حوالي 150000 شهيد من حرب 48 حتى حرب 73،
في رحاب جامعة سيناء. كمان نحن نرحب يا أستاذ دكتور جمال بي بمؤتمر أمراض القلب ليقام على أرض جامعة سيناء هذا العام، وأهلا وسهلا بيكو، هتنورونا. شكرا للجامع الكريم، شكرا لزملائي الأطباء، لهيئة التمريض، لكل من شرفنا في الصالون الجميل.